مرحبا جميعا، كيف الحال؟ جاسر مصطفى ونومور، وخلينا نبلش. هلا اليوم الفيديو هذا فيديو يمكن انا بعمله لاول مره، او هذا النوع انا بعمله لاول مره على الشانل. ليش؟ لاني لقيت انه في عندي اسئله كثير انا لازم ارد عليها موجوده على الفيديو تبع التوظيف في دوله قطر، اللي هو يمكن كان كيف تلاقي وظيفة دولة قطر في 15 دقيقة، أو كيف تلاقي في دولة قطر في 13 دقيقة، أو حتى الأسئلة اللي كانت على الفيديو استبعت أنه أنت عندك شركات استشارات، أنت ممكن تحكي معهم، عندك مواقع ممكن تزورهم، يعني كل الأسئلة اللي أجتني بدي أحاول أني أنا أجاوبها. فعليا أنا مبارح عملت تست للفيديو على أساس أني أنا أشوف اللايتنج تبع المكان اللي كنت فيه وكذا، بس ما زبط أن أنا أصور الفيديو، لقيت انه انا راح اجبر لغايه اليوم اني انا اكون في مكان دي لايت يكون الاضاءه منيحه فيه لحتى انه يكون اضاءه الفيديو منيحه، و I have tested المايك والاضاءه وكل شيء تمام ان شاء الله. هلا اللي راح احكيه انه الفيديو راح يكون كثير طويل، فراح اقسمه لمور ذان وان بارت، راح يكون اكثر من جزء لحتى ان انا اقدر اجاوب على معظم الاسئله اللي اجت على الفيديوز، وان شاء الله انها تكون اجابات شافيه وتعطي للكل كل المعلومات اللي هم بدهم اياها. خلينا ما نطول اكثر من هيك ويلا نبلش. سكرين شوتس اللي اخذتهم من الفيديوز وراح ابلش فيهم واحد واحد، راح احكي السؤال، يمكن احكي من اللي ساله يمكن لا، على حسب السؤال، وراح احكي الاجابات اللي انا عندي اياها للفيديوز ان شاء الله انها تكون الى الاسئله سوري، وان شاء الله انها تكون اجابات شافيه. البلد ما عاد فيها شغل كثير، ثانك يو للمعلومه، البلد لسه فيها شغل. ما هي مواقع التوظيف؟ مواقع التوظيف انا حكيت عن كثير مواقع في فيديوهات، وستيل عم بحكي في فيديوهات ثانيه وعم بحكي عن ايميلات وطرق التواصل، فياريت لو ما حضرت الفيديوهات اللي قبل فتروح تحضر الفيديوهات اللي قبل وتتابع الفيديوهات اللي راح تنزل ان شاء الله في الفيديوهات الجديده او في الاوقات الجايه ان شاء الله. أمنيتي أروح قطر وأشتغل، ما في أحد يساعدني. بدي أنصح نصيحة لكل الناس اللي عم بتحط كومنتس من هذا النوع، اللي هي طلب المساعدة للوظيفة. هذا الموضوع ما رح يساعدك بشكل كبير أو ما رح يساعدك بالمرة، ما تطلب الوظيفة، الوظيفة خذها. يعني أنت حكي لي أنت شو بتعرف تعمل، أنت مثلا حطت لي أمنيتي أروح دولة قطر وأشتغل وما في حد يساعدني، أنا ما بعرف لا أنت شو بتقدر تعمل، ولا قديش عمرك، ولا شو خبرتك، ولا أنت من وين، ولا أنا شو ممكن أستفيد منك. في كثير معلومات أنا محتاج إنك أنت تحكي لي إياها لحتى أنا أقدر ما أساعدك. يعني الفكرة ما راح حدا يساعدك، الفكرة انه الناس بدها واحد يقدر يعمل لها تاسك معين، هذا التاسك المعين اذا انت الواحد اللي راح يقدر يعمل هذا الموضوع فاكيد راح يحكي معك واكيد راح يحكي لك يس تعال انا بدي اياك، تفضل على الستيج. السلام عليكم اخي العزيز، انا ارغب بالعمل في قطر حبا في استراتيجية قطر التطويرية الناجحة، حيث اريد ان اشارك قطر في هذه النهضة الاعلامية والتعليمية والاقتصادية الناجحة. انا فني مختبرات بيطرية، عملت في مختبر البلدية البيطري. هلا الفكرة في الموضوع انه يس قطر عم تتجه باتجاه التطوير بشكل كتير كبير في كثير مجالات. بتقدر تتواصل او تحضر الفيديو اللي انا حكيت فيه عن طريقة او مواقع التواصل مع كل الجهات المعنية بدولة قطر. انت كمختص في المختبرات انت ممكن تتواصل مع الجهات الطبية مثلا، او مع من مختص في المجال البيطري فمع الجهات البيطرية. الجهات الطبية انت ممكن تتواصل مع وزارة الصحة، ممكن تتواصل مع مستشفى حمد، مستشفى سدرة، والمستشفى الانجليزي اي ثينك اسمه، في عدة مستشفيات موجودة في دولة قطر ممكن انك تتواصل معها. واكيد عندك ابيت تتواصل مع الجهات الخاصة، هذا ديفينتلي من غير ما احكي لك، يا بتدخل على المواقع على جوجل مثلا اكتب مركز صحي واكتب الاماكن اللي انت ممكن تلاقي فيها المراكز الصحية. طبعا كل المناطق في دولة قطر مغطية في المراكز الصحية، فممكن هذا الموضوع انه هو يساعدك. السلام عليكم، انا مصري، لو سمحت انا عايز اسالك على حاجه، انا صنايعي الوميتال، لكن لو ما فيش شغل الوميتال ليا فعادي اي حاجه تانية، لكن انا لسه قدامي جيش كمان سنه، فلو جيت قطر زياره وجيت على شغل او جيت ودورت ولقيت شغل. هذا سؤال كتير جنريك، اي حدا بيجي على قطر اذا لاقي شغل فراح يزودوه بفيزا، هاي الفيزا راح تكون للعمل اقامه، انت بتكون على كفاله الشركه اللي جابتك لحتى انك انت تشتغل. هلا الوميتال او وات ايفر فني في الكونستراكشن خلينا نحكي، فانت بدك تروح على شركات المقاولات، وان شاء الله في فيديو من الفيديوهات راح احاول ان احط
شركات المقاولات الموجودة في دولة قطر وطرق التواصل معها، ممكن تتواصل مع الشركات الاستشارية. لكن أنا أفضل إشي بحسه للناس اللي عندها خبرة في هذا المجال إنه يكون عنده ability إنه يحصل على فيزا يكون موجود في دولة قطر وto start his own business، يبدأ بشغله هو ويصير يأخذ شغل لإله من المشاريع ومن الشركات and so on، وبيبدأ يكبر شوي شوي. إن شاء الله بالتوفيق للجميع. السلام عليكم أخي الكريم، أنا مهندس زراعي وعامل مدير مبيعات في شركة مصرية بمجال المبيدات والأسمدة الزراعية، وعندي خبرة في قطاع المبيعات بصفة عامة لتقل على 10 سنوات من مصر، وأبحث عن الفكرة في الموضوع. مهندس زراعي بدك تحكي مع وزارة البلدية والبيئة، وزارة الزراعة، جهة مهتمة بالزراعة، تطوير البيئة. قطر هلأ حاليا مهتم كثير بموضوع sustainability، وفي عندهم سيستم اسمه جيساس، مهتمين كثير بموضوع البيئة، موضوع beautification projects، الباركس، اللاندسكيب في الشوارع. سو انا بتوقع انه المهندس اللي مختص بالاشياء سواء اللاندسكيب او الزراعيه، فانت عندك قابلت انك انت تكون موجود في دوله قطر او تحاول انك انت توجت اجوب في دوله قطر. في مجال المبيعات هذا الموضوع بدك تواصل مع الشركات اكيد اللي عندها اشي تبيعه، يعني سيارات، ادوات طبيه، مثلا فيرنتشر لللاندسكيب، مثلا المشاريع اللاندسكيب هذا كثير مطلوب بالوقت الحالي لانه في كثير مشاريع باركس عم تصير في دوله قطر. الادوات الصحيه لانه في كثير مراكز صحيه عم بتصير، الفيرنتشر التعليمي لانه في كثير مدارس عم تفتح في دوله قطر او عم تشتغل عليها وزاره التعليم والتعليم العالي، وفي منها 7 أو 8 مدارس مع الشركه اللي انا بشتغل معها. فالفكره في الموضوع انت بدك تحاول انك انت تو جيت بروموتد للمكان اللي انت بدك اياه. انا حكيت عن الجهات اللي انت ممكن تشتغل فيها كمهندس، عن الجهات اللي ممكن تشتغل فيها كمبيعات. اخواني انا شيف عراقي متميز جميع انواع الطبخ العراقي، ممكن القى مطعم عراقي انه يشغلني، واني هسه بتركيا معي جواز سفر. الجواز التركي او الجنسيه التركيه مسهلت لها عمليه الدخول لدوله قطر، الفيزا تبعتها سهله والاتراك موجودين بشكل كثير كبير هون في دوله قطر، وجماعه محترمين وصراحه شعب طيب وشغل ممتاز. هلا الفكره في الموضوع، هل في مطعم عراقي في دوله قطر؟ يعني يفترض انه يكون في مطعم عراقي في دوله قطر. انا رحت على مطعم عراقي في دوله قطر؟ عمري ما شفت مطعم عراقي في دوله قطر صراحه، ولا بعرف وين في مطعم عراقي في دوله قطر. هل موجود؟ اكيد موجود بس ما بعرف، فالعدد قليل وما بعرف اذا راح تقدر انك انت تكون واحد من الستاف الموجود في هاي المطاعم، لكن الله يوفقك وان شاء الله انك انت بتلقى شغل. هلا اخي، انا من سلطنة عمان، عندي خبرة في المخازن، شو تنصحني اي شركات والجهات في هذا المجال؟ انا مش عارف انت شو عندك خبرة في مجال المخازن، هل انت تبني المخازن الهناجر؟ هل انت تحرس المخازن؟ هل انت ترتب المخازن؟ هل انت مثلا تكون مدير في البرودكشن اللي بيكون او التخزين اللي بيجي على المخازن بيطلع من المخازن؟ انا ما بعرف شو بتعمل. ما راح اقدر اجاوب هذا السؤال. السلام عليكم اخواني، انا كنت اعمل في الدوحة من عام 2005 الى عام 2009، سائق ثقيلة، يمكن مركبات ثقيلة، وأحمل ليسن قطر، ليسن يعني license of driving أو driving license، رخصة القيادة القطرية. والآن أبحث عن فيزا أو عمل في حدا يساعدني بالموضوع، ولكم الشكر. قيادة المعدات الثقيلة بدك تحكي مع الشركات اللي بتشتغل في المشاريع اللي فيها معدات ثقيلة. قيادة المركبات أو الشاحنات اللي بتحمل المعدات يمكن تكون، فأنت بدك تتواصل مع الميناء أو الشركات اللي بتشتغل في الميناء اللي بتجيب سيارات وتجيب أدوات وتجيب معدات ثقيلة وبتحملها على المركبات اللي بتحمل معدات ثقيلة وبتجيبها من الميناء أو بترجعها على الميناء أو whatsoever، وإن شاء الله بالتوفيق. هل حامل الجنسية اللبنانية ممكن يلاقي عمل رغم أنه لا يوجد فيز بين البلدين؟ هلا الفكرة في الموضوع مش كثير موضوع انه ما في فيز هو بيأثر على الناس اللي رايحة او جاي تشتغل في دولة قطر او في دولة من الدول. اوكي هو بيأثر، لكن عملية تزويد الفيزا لشعب معين هي بتكون بسهولة بفترة معينة وبصعوبة بفترة ثانية. فاذا انت الوقت اللي حطيت فيه هذا الكومنت كانت صعبة، يمكن هلأ تكون سهلة هذه الفيزا لما ينزل الفيديو. فالفكرة في الموضوع، أنا لي أصدقاء من لبنان موجودين في دولة قطر، في لي أصدقاء من لبنان أجوا على دولة قطر، وليت لقيت مع ناس من لبنان أجوا على دولة قطر وعم بيعملوا بالفيزا تبعتهم وبيحكوا إنه it is valid. So قديش صعوبة إنك أنت تحصل عمل كجنسية إذا الشركة بدها إياك بتضل تحاول تجيب لك الفيزا لحد ما تأخذ الفيزا، يمكن تطول بس مش إنه راح تضل دائما مرفوضة. يا أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ساعدونا بالوصول الى وظيفه، والله زهقت من العطله، اوف ما حد راح يجيب لك شغل بهذه الطريقه. انا مدرب رياضه تخصص كيك بوكسينج ومواي تاي، ملاكمه، لياقه بدنيه، اذا امكن تعطوني شيء معلومات على العمل في هذا المجال شكرا. اي عمل او اي مهنه رياضيه، فاسباير هي الجهه الرياضيه الموجوده في دوله قطر، تتواصل مع وزاره الرياضه، تتواصل مع وزاره الشباب،
إذا بدك عمل في التدريب فأكيد المراكز الخاصة الرياضية الخاصة أكيد راح تطلب ناس، فأنت تدور على جوجل على هاي المراكز الرياضية. أخي الكريم، أنا من اليمن وأريد أعمل بقطر خبرة في مجال مغاسل الملابس ومحلات تجارية. بهذا المجال أنا ما مش كتير بقدر أساعدك، لأن أنت بدك توصل مع المغاسل نفسها، مع أصحاب المغاسل نفسها. أنا ما بقدر أعطيك إيش الوصفة السحرية أو الحبة السحرية، لأن ما في حبة سحرية أصلا إنك أنت تلقى شغل، سبيشالي في المجال اللي كثير جنريك. يعني أنت مثلا محلات تجارية كل حدا بيقدر يشتغل فيها، مغاسل والملابس كل حدا بيقدر يشتغل فيها، اللي عنده خبرة أوكي عنده خبرة، بس at the end of the day مهم وجوده في الدولة اللي هو بده يشتغل فيها. يعني بيحاول المحل يريح حاله إنه هو ما يجيب حدا من برا. سو الموضوع كثير جنريك، بس المغاسل موجودة بشكل كثير كبير وعليها إقبال كثير كبير، ومحلات تجارية موجودة بشكل كبير والقوة الشرائية كبيرة والناس بتشتغل فيها، يعني بتشتري منها كثير. والله تعبنا من البحث بدون فائدة يا داليا. أنا بدي أحكي إنه ما حدا يحط هذا البوست، لأنه أو هذا الكومنت، لأنه الكل بيعاني، الكل بيحاول يدور على شغل. استثمر طاقتك وقوتك بإنك أنت إما تطور من حالك لحتى تصير أنت الشخص اللي لازم يطلبوك، أو إنك أنت تكون الشخص اللي يطلبوك، فأنت تبروموت يور سيلف. بس ما تحط الأشياء اللي بتحزن أو الأشياء اللي بتخلي الناس تتعاطف أو وات سو إيفر، لأنه ما حدا راح يتعاطف معك ويعطيك وظيفة هيك أوت أوف نو وير. لا، هو راح يدور على الشخص اللي هو بده ينجز له الشغل، وهو إذا حط هذا الشخص في هذا المكان وعطاه دينار بده يجي بداله 4 دنانير أو 3 دنانير. فالفكرة في الموضوع أنت لازم تكون هذا الشخص اللي شغلك بدخل على صاحب المكان الفلوس اللي هو بده إياها، عشان تتأخذ الفلوس اللي أنت بدك إياها وتشتغل وتأخذ الخبرة اللي أنت بدك إياها. هذه هي الوصفة السحرية اللي أنا بحكيها. أخي أتمنى جواب. لدي دبلوم تقني متخصص في المحاسبة المالية في دولة المغرب وأريد العمل في قطر، هل ذلك ممكن؟ كل التخصصات ممكن أنها تشتغل في أي مكان في العالم سبيشالي في دولة قطر. فأنت بس الفكرة في الموضوع تبروموت يور سيلف، تحكي مع الجهات اللي أنا دائما أحطها بالفيديوهات سواء اللي قبل أو اللي راح تيجي. فدائما خليك متابع، اعمل سبسكرايب، انيبل النوتيفيكيشن بيل، دائما بتنزل فيديوز تحكي عن هذا الموضوع. سبيشالي هلا ب 2020 أنا حددت كل يوم أحد للسيريز اللي اسمها وظفك، وكل يوم 3 للسيريز اللي اسمها نو مور، وفي التنتين راح ينزل معلومات عن هذا الموضوع. هذا السيريز او هذا سوري الفيديو راح ينزل في السيريز اللي اسمها نو مور. لهون انا بدي اوقف في هذا الجزء من هذا الفيديو، وراح اكمل اسئله في الفيديوهات اللي بعده، راح ينزل كمان جزئين اي ثينك من هذا الفيديو. فبليز اعمل لايك، اعمل شير، واعمل سبسكرايب، واعمل انيبل للنوتيفيكيشن بيل حتى توصلك كل النوتيفيكيشنز والاشعارات كل ما ينزل فيديو من هذا النوع. شكرا لكم، بالتوفيق للجميع، ويعطيكم الف الف عافيه.